وعلى بركة الله، أتمنى لكم الصحة والعافية. استكمالا للمحاضرات السابقة في لغة قواعد البيانات SQL باستخدام أوراكل، وصلنا إلى الدوال التجميعية، وشرحنا سابقا أن أنواع الدوال في SQL عبارة عن نوعين، وهي الدوال الفردية أو الدوال الوحيدة ووحيدة الصف، والدوال التجميعية. بالنسبة للدوال وحيدة الصف، هي عبارة عن دوال ذكرناه، هي عبارة عن الدوال الحرفية، الدوال الرقمية، دوال التاريخ والتحويلات. من ضمن الدوال الحرفية هي دالة اللور ودالة الأبر ودالة الكونكات والسبر ستار واللينث. إن شاء الله سوف يتم اليوم شرح الدوال التجميعية لأكثر من صف. هنا تستخدم الدوال التجميعية لأكثر من صف في قبلة الاستعلام. إذا ما هو سيكون هدفنا هنا؟ سيكون هدفنا إن معرفة الدوال التجميعية لأكثر من صف Group Functions، معرفة أنواع الدوال التجميعية لأكثر من صف، وإنشاء المجموعات من البيانات باستخدام الجروب باي. وما معنى أو متى نستخدم having، شرط having متى نستخدمه، متى يتم استخدامه؟ أوكي، في البداية لو تلاحظوا هذا الجدول فيه عمودين. العمود الأول وهو عبارة عن الإينيم، اسم الموظف، والعمود الثاني هو عبارة عن سالري، راتب الموظف. في هذا الجدول إذا أنا أشتي أعمل جمع، أريد أن أعمل جمع لجميع هذه الرواتب، جمع يعني ما هي رواتب جميع، ما هي جمع أو إجمالي رواتب الموظفين، إجمالي رواتب الموظفين، فتم استخدام دوال في الـ SQL من ضمنها الدوال التجميعية، بمعنى أن يكون في معي أكثر من صف، هذا صف وهذا صف، صفين، ثلاثة، أربعة وإلى ذلك. مخرجات هذه الصفوف هو عبارة عن صف واحد فقط، يعني في معي أكثر من مدخل، والمخرج هو عبارة عن كم؟ مخرج واحد فقط، صف واحد. إذن هنا كيف أننا أقوم بعملية جمع لجميع هذه الرواتب؟ نستخدم الدوال التجميعية. من ضمن الدوال التجميعية وهي دالة سم، دالة اسمها سم. الدالة السم هذه ثانيا في دالة اسمها ماكس، في دالة اللي هي سام اللي هي المجموع، والماكس اللي هي الماكسيمم، والمين المينيمم أقل عدد، والماكس ماكسيمم أكبر عدد. تعتبر هذه من ضمن الدوال التجميعية. طيب السؤال هنا، كيف إننا أقوم بعملية جمع جميع الرواتب للموظفين؟ أستخدم الدالة إيش؟ سام. طيب كيف أستخدمها السام هنا؟ عفوا، أقول select ثم الدالة sum من ضمن الدوال التجميع sum، ثم اسم العمود سال اللي هو السالري، from amp من جدول الموظفين، ثم enter. ايش اعطانا هنا؟ اعطانا إجمالي الرواتب الموظفين، وهي عبارة عن 2000 أو عفوا 29025، 29 و25 باستخدام صم هنا. واختار لي أو استعلم لي عن جميع، عن مجموع الرواتب، مجموع الرواتب للموظفين من جدول مين؟ من جدول الموظفين، فاستخدم صم، استخدم دالة صم. إذا هذه من ضمن الدول مين؟ التجميعية. وتلاحظوا هنا لو قلنا select، ها select salary و select amp number from amp من جدول موظفين ثم enter، النتيجة كانت عبارة أن كل موظف، رقم هذا الموظف اللي رقمه 7369، راتبه كم؟ $800. وهذا الموظف كمان اللي هو 7499، راتبه كم؟ 1600. طيب هنا باستخدام الدوال التجميعية الدالة اللي هي صم، تم عملية جمع
إجمالي هذه الرواتب جمعها باستخدام الصم، فكانت النتيجة عبارة عن إيش؟ عن صف واحد. النتيجة عبارة عن صف واحد فقط. إذن ما هي أنواع الدوالة التجميعية؟ Type of group functions. أنواع الدوالة التجميعية هي عبارة أول دالة اسمها sum، دالة تستخدم لإيجاد المجموع العدد من القيم. دالة الثانية اسمها max اختصارا لماكسيمم، دالة تستخدم لإيجاد أكبر قيمة من بين مجموعة من القيم. دالة مين؟ دالة تستخدم لإيجاد أقل قيمة من بين مجموعة من القيم، مين الأقل. والأفرج هو عبارة عن المتوسط، AVG اختصارا لأفرج، تستخدم لإيجاد المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم. والدالة كاونت، كاونت عبارة عن إيش؟ عداد أو يحسب عدد. دالة تستخدم لإيجاد عدد القيم أو عدد الصفوف، وهذه الدالة تتجاهل القيمة الفارغة null عند عمية العدد، سوف نشرحها إن شاء الله في التفصيل. وستي ديف ودي في ديفايشن ديفايشن وفارنس، هذه الدوال تستخدم في الانحراف المعياري، وسوف يكون لها إن شاء الله دراسة في المستقبل الذين يتخصصون في الرياضيات والحسابات. خلونا احنا نركز فقط على هؤلاء الدوال: سم، ماكس، مين، افرج، وكاونت. اذا هذه الدوال اول شيء تعتبر دوال تجميعيه. هذه الدوال سم وماكس ومين وافرج تتجاهل القيمه الفارغه نل ما عدا الكاونت. الكاونت لها حالتين، ممكن تتجاهل القيمه نل، ممكن ايش الا تتجاهل القيمه نل. نرجع لمثالنا، لنفترض هنا أعطينا إجمالي الرواتب من للموظفين. طيب إذا نشتي أعلى راتب من هذه الرواتب، إيش أستخدم الدالة؟ الدالة ماكس سيلكت، ثم الدالة ماكس اختصارا لماكسيمم، سال اسم العمود سالري فروم امبلوي. أعطاني كم؟ أعلى راتب هو فعلا كان 5000، لو تلاحظوا هنا أعلى راتب 5000. إذا نشتي كمان أقل راتب، بستخدم الدالة مين سيلكت استعلمني مين ثم قوسين اسم العمود اللي هو سال سالري مين فروم امبلوي، اعطينا اقل راتب 800. طيب اذا نشتي اعلى راتب واقل راتب واجمالي جميع الرواتب وكمان المتوسط الحسابي للراتب للسالري، تقول select sum ثم salary max salary وكمان main salary وإيش فقط كفي from employee، أعطيني إجمالي مجموع الرواتب عبارة عن 29 خمسة 29 و25. أعلى راتب في الجدول اللي أنا فيه، جدول الإمبلوي، كان أعلى راتب الموظف هو عبارة عن 5000 أعلى راتب قيمته، أقل راتب كان من الرواتب 8. طيب الدالة الأفرج، الدالة أفرج وهي إيش معنى أفرج؟ هو عبارة عن متوسط حسابي. الدالة أفرج وهي عبارة عن المتوسط الحسابي، قانونها إن المتوسط الحسابي والأفرج هي عبارة عن مجموع القيم لأي عمود ما، مجموع القيم مقسوما على عدد القيم، هذا هو عبارة عن المتوسط، قانون المتوسط. طيب لو جينا
قلنا select سال from employee، ايش بيعطينا؟ استعلم لي عن الرواتب الموظفين من جدول الموظفين، انتر. اعطانا النتيجة عبارة عن 14 كم؟ 14 روز، 14 من صف. الآن إذا أنا أشتريكون يعطيني معدل الرواتب للموظفين بستخدم من أفرش. إذا أفرش بيقوم بعملية جمع، هي عبارة عن مجموع القيم مقسومة على العدد. إذا يجمع لي 800 زائد 600 زائد 1250 وهكذا إلى 1300، هذه مجموع يجمعها مقسوما على العدد. كم منهم الصفوف هنا؟ 14 من 14 صف، أي بمعنى 14 موظف، كل موظف لديه راتب. فأقول هنا select average salary from employee، هذا هو من المتوسط الحسابي. إذن لو نلاحظ من الدوال إن sum وأفرش تستخدم مع القيم الرقمية، مع القيم الرقمية سواء كانت صحيحة أو عشبية. وماكس ومين كمان تستخدم مع الدوال الرقمية والدوال الغير رقمية، أي ممكن نستخدم مع الدوال من النصية. أنا ممكن تعطيني أعلى اسم أو أقل أو أدنى اسم. لو قلت select ماكس لي اسم الموظف، أعلى اسم from employee، أش أعطاني؟ وارد آخر حرف، يقوم بعمل إيش؟ آخر حرف، كأنه يكون ترتيب ترتيب، يعطينا أعلى حرف في الحروف الإنجليزية. لو قلت له يعطيني أقل اسم، يعني بمعنى بيعطيني الاسم اللي تكون حروفها يا إما يكون A أو E أو C، أقل حرف من ترتيب الحروف الإنجليزية. select main اللي هو أدنى، ثم إيني from، اللي هو من آدمز. آدمز هنا الملحوظة إن كل من الدالتين ماكس ومين تتعامل مع جميع البيانات. هنا هذه ملاحظة مهمة، أي بمعنى تتعامل مع البيانات النصية والبيانات الرقمية، وتكون النتيجة حسب الترتيب الأبجدي، حسب الترتيب الأبجدي. يعني إذا أنا أستخدم ماكس لأي اسم، تمام، فيعطيني سوف يكون يعطيني الاسم اللي يكون حق الحروف تكون إيش من الأخيرة. هنا في هذا الاستعلام تم الاستعلام عن أعلى اسم باستخدام الدالة ماكس، والاستعلام عن أدنى من اسم باستخدام الدالة مين من جدول الإمبلوي. فكان أعلى اسم حسب الترتيب الأبجدي عبارة عن نور، وكان أدنى اسمه عبارة عن مين؟ عن آدمز. حلو. طيب في معانا الدالة أفرج، ذكرنا احنا ان الدوال الافرج والصم والماكس والمين تتجاهل القيمة الفارغة نل. طيب ماذا اذا قمنا باحتساب المتوسط للعمولة للموظفين بشكل عام؟ اولا اذا قمنا بالاستعلام عن العمولة للموظفين select com from employee select.com، استعلمني عن العمولة واستعلم لي عن اسم الموظف، اسم الموظف وعمولته من جدول الموظفين. فكانت النتيجة ان في معي فقط 4 موظفين اللي معهم عمولة، اللي معهم ايش؟ عمولة.
لوجينا هم عبارة عن 3 موظفين فقط، هذا قيمته صفر، تعتبر عمرته صفر. طيب العميل أو الموظف آلين عمرته كم؟ 300. وورد عمرته 500. ومارتين عمرته كم؟ 1400. بينما بقية الموظفين ليس لديهم عمولة، أي بمعنى إن القيمة فارغة، والقيمة الفارغة قلنا عبارة عن إيش؟ تمثل نل. طيب إذا كان السؤال أوجد لي المتوسط الحسابي لعمولة الموظفين، المتوسط الحسابي لعمولة الموظفين، فأنا أقول select average، عفوا select average ثم com from employee. كانت النتيجة عبارة عن 550، وهذا المتوسط غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الدالة أفري تتجاهل القيمة نل، بمعنى إنه راح فقط عمل جمع ل300 و500 و1400، وهذه القيمة كمان صفر لأن القيمة صفر ليست نل. جمع إذا 300 زائد 500 زائد 1400 زائد الصفر قسمة من 4، قسمة 4، فكانت النتيجة عبارة عن 550، وهذه غلط. طيب كيف نتجاهل هذه المشكلة أو كيف نحل هذه المشكلة؟ نستخدم الدالة NVL. NVL أي بمعنى استبدل لي القيمة نل بقيمة ما، استبدل لي القيمة نل بقيمة ما. فرقوا كيف؟ select ثم average المتوسط الحسابي، الدالة NVL، افتح قوس كمان، اسم العمولة، اسم العمود العمولة، ثم الآن استبدل لي إذا حصلت أي قيمة نل، هذه المعنى هذه الدالة تقول إذا حصلت لي أي قيمة فارغة اعطيها قيمة صفر، ثم أغلق القوس لهذه الدالة وأغلق القوس من الأفريق from employee بالو الموظفين. النتيجة عبارة عن كم؟ 157، وهذه النتيجة الصحيحة. قام هذه الدالة قامت أي قيمة فارغة أعطتها صفر، هنا صفر وهنا أعطت صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، أصبح الآن كل القيمة الفارغة صفر، فكان عبارة عن 14 موظف، وكان المجموع عبارة عن صفر زائد 300 زائد 500 زائد صفر زائد 1400 وهكذا مقسوما على 14، فكان الناتج عبارة عن 157. إذا ما هي وظيفة الدالة NVL؟ وهي تقوم بعملية استبدال القيم الفارغة بعدد، بأي عدد كان، إن شاء الله يكون 10 20 وهكذا، تمام. ثم أستخدم من الدالة افريش. إذا أول شيء أقول افريش، أفتح قوس ثم الدالة NVL، استبدل لي بهذه الدالة القيمة الفارقة بصفر، وثم أغلق القوس للافريش من جدول الموظفين. نأتي إلى الدالة count. توجد حالتين في الدالة count، يا أما نستخدم الدالة count start بين قوسين أعمل start، أو count وبين قوسين اسم العمود. إذا عندما أستخدم الدالة count في start تعني عد جميع الصفوف داخل الجدول بما فيها الصفوف المكررة والصفوف التي تحتوي على القيمة الفارغة نل. إذا هنا لما أستخدم الدالة count بين قوسين start تعد لي بجميع الصفوف في هذا الجدول، كل الصفوف سواء كانت هذه الصفوف مكرر بياناتها أو كان في من ضمن هذه الصفوف قيم فارغة نل يعدها. أما إذا استخدمت الأكاونت وبين قوسين اسم العمود يعد قيم أو بيانات عمود معين يتجاهل للقيم نل. إذا قلت count وبين قوسين سلاري بيعطيني عدد السلاري لهذا الموظفين
ويتجاهل أي قيمة السالري قيمتها نل، يتجاهلها. تمام؟ إذا هنا يتجاهل القيمة نل. هنا مهم نركز، ما الفرق ما بين الكاونت بين قوسين ستار، يعني عد جميع الصفوف سواء كانت البيانات مكررة أو كان في من ضمن هذه البيانات قيم فارغة، والكاونت بين قوسين كولوم يقوم بعملية عد جميع الصفوف ويتجاهل القيم الفارغة. نعم. لنفترض هنا بهذا المثال إن أنا أشتري الآن عدد الموظفين، عدد مين؟ الموظفين. فش أقول هنا باستخدام الدالة كاونت select وأقول count عدد الموظفين بين قوسين start عفوا from employee، أعطيني كم عددهم؟ 14 موظف. كيف أعرف إنهم 14؟ select ثم ename from employee. كم هنا لما قلت له استعلم لي عن اسماء الموظفين من جدول الموظفين اعطيني جميع الموظفين، وكان عددهم هنا بالاخير كم النتيجه؟ 14 رو سيلكت. فعلا انهم ايش لما استخدمنا الداله كاونت ستار استعلمني عن جميع الموظفين وعددهم 14. طيب ماذا اذا استخدمت الطريقه الثانيه سيلكت ثم قلت كاونت انيم from employee نفس الشيء اعطيني 14. طيب كيف اميز الان ما بين الكاونت ستارت والكاونت بين قوسين اسم العمود؟ طيب اذا انا اعرف جميع الموظفين الذين لديهم ايش؟ الذين لديهم عموله، الذين لديهم عموله اقول select count ثم كوميشن بين قوسين from employee. طيب ايش بتكون هي النتيجة؟ 4. الدالة كاونت هذه لما استخدم بين قوسين اسم العمود وهو كم، يعني بمعنى العمولة، اعطاني القيم التي ليست فارغة وهي عبارة عن 4 صفوف، 4 موظفين. هنا الموظف الين مع عمولة، الموظف وورد مع عمولة، والموظف مارتن مع عمولة 1400، الموظف هذا مع عمولة بس عمولته تعتبر صفر، والصفر عبارة عن قيمة ليست نل. إذا أعطانا كم؟ كاونت عداد، أعطني قال 1 2 تجاهل هذا، 3 تجاهل هذا، تجاهلوا تجاهلوا تجاهلوا، ثم هنا قال 4 نتيجة 4. طيب إذا استخدمت الكاونت هذه الدالة لكن باستخدام ايش؟ استخدمت كاونت فقط ستارت، اربعتاش اعطاني 14، وهذا الاربعتاش فقط قام بعد جميع الصفوف في الجدول، جميع الصفوف في الجدول. هنا بهذا المثال select count ثم بين قوسين start الإجمالي جميع count لكم عدد الموظفين الذين معهم عمولة و count للديب نمبر عدد الأقسام من جدول الموظفين. فكانت أول شيء count start عبارة عن 14، احنا قلنا جميع الصفوف في الجدول، والله حقين الصفوف عدد الموظفين الموجودين في جدول الموظفين 14 بيعطي 14، إذا كان 20 بيعطي 20، إذا كان 30 بيعطي 30، وهكذا. إذا هنا جميع الصفوف. count commission هنا فقط لما عملنا اسم العمود commission في الدالة count أعطيني أسماء الموظفين الذين لديهم عمولة فقط، وهم عبارة عن 4. القيم commission أي قيم أي قيمة
موجودة في جدول في عمود الكوميشن، سواء كانت صفر أو غير صفر، صفر واحد اثنين ثلاثة وهكذا، سواء كانت بالموجب أو بالسالب يعدها، وإذا كان في حقل فاضي يستثني. وهنا count للديبارتمنت عبارة عن 14، يعني هنا قال 14 لأنه في معي 14. إيش هل في معي هنا 14 قسم؟ لا، ما فيش هنا 14 قسم. لو جينا هنا لهنا ليش نعطينا هنا 14؟ تعالوا كيف نطلع عليه. select debt number from employee. لاحظوا معي ايش اعطاني هنا، كم عدد الاقسام؟ عدد الاقسام 14. طيب هل هذه الاقسام هي عبارة عن 14 قسم؟ لا، هنا 14 سطر وليس 14 من قسم. إذن الدالة count عندما استخدمت select count ثم رقم القسم ديبت نمبر من جدول الموظفين أعطاني 14 هنا. إذن هنا الدالة count تستخدم لعد جميع الصفوف سواء كانت البيانات مكررة أو غير مكررة. عندما استخدمت count اسم العمود سواء كانت البيانات مكررة أو غير مكررة، ويستثني null. هنا من بيستثني إيش؟ null، أي صف هو null بيستثنيه، ما بيعدوش. طيب لكن بالحقيقة أنا كم في معي أقسام؟ في الحقيقة أنا في معي، لو قد أشعر كم معي أنا أقسام فعلا، بقول select debt number from debt من جدول الأقسام. أستعلم لي عن أرقام الأقسام من جدول الأقسام، وهو عبارة عن كم؟ واحد، القسم رقم 10، والقسم رقم 20، والقسم رقم 30، والقسم رقم 40. تمام، هي المفروض هي عبارة عن 4 أقسام، لكن هنا كررت في جدول الموظفين كررت. فالدالة كاونت طبيعي تقوم بعملية عد جميع الصفوف ويستثني لي من إذا في قيمة نل استثنيها. طبعا هنا ما فيش نل، صحيح إن هنا في بيانات مكررة 30 30 20، هنا هنا 20، هنا 20 مكررة، هنا عدها طلعها كم؟ 14. لكن في الحقيقة هي عدد الأقسام حقي من جدول الأقسام هي عبارة عن 4 أقسام. إذا استنتجنا إن الكاونت تستخدم حاجتين، يا إما كاونت تستخدم الكاونت يا إما الستارت لجميع الأقسام، أو الأكاونت عفوا كاونت أكاونت ستارت كل الصفوف سواء كانت هذه الصفوف مكررة أو غير مكررة أو فيها قيم نل يعدها. الكاونت الثانية عندما استخدم كاونت اسم العمود يعد لي جميع الصفوف، قد تكون هذه الصفوف مكررة أو غير مكررة، ولكن يستثني من القيم نل. الآن ننتقل إلى الجروب باي. متى تستخدم الجروب باي؟ الجروب باي تستخدم لتقسيم الصفوف ضمن الجدول إلى مجموعات. هنا لنفترض أننا نريد إيجاد أكبر راتب يأخذه موظف في كل إدارة. معنى ذلك إننا نقوم بعمل تقسيم الموظفين داخل الجدول إلى مجموعة حسب الإدارات، يعني من هم الموظفين الذين ينتمون إلى الإدارة واحد عفوا 10، ومن هم الموظفين الذين ينتمون إلى الإدارة من 20، ومن هم الموظفين الذين ينتمون إلى الإدارة 30، ومن هم الموظفين الذين ينتمون إلى الإدارة من 40. ثم أقوم هنا أعرف أكبر راتب لموظف ما في الإدارة رقم 10، وما هو أكبر راتب لأي موظف في الإدارة رقم 20، وما هو أكبر راتب لموظف ما في الإدارة رقم 30. إذن هنا أقسم الجدول إلى مجموعات، وكل مجموعة أستخرج منها من أعلى راتب. فهنا المثال ذكر قال هنا إن القصد هنا إن نأخذ موظف في كل إدارة. معنى ذلك أننا نقسم الموظفين داخل الجدول إلى مجموعات حسب الإدارات، ثم
نقوم بإيجاد أكبر راتب في كل إدارة، ولعمل ذلك نستخدم من؟ هنا نستخدم الجروب باي، والذي يقوم بتقسيم البيانات إلى مجموعات حسب عمود معين. بمعنى إذا كان في معنا هنا اسم الموظف هذا الجدول، وهنا راتب الموظف. طيب لو تلاحظوا اسم الموظف هذا إينيم، هنا غلط، فينا في هنا غلط، كيف اسم الموظف إينيم؟ مش غلط، عفوا، بس هنا نمثلها في مثال أحسن. select إينيم from select إينيم كمان و salary from employee. طيب شوف اسم الموظف وراتب الموظف. طيب اذا انا اشتي اسمه، اسم الموظف، وكمان ايش القسم كمان، وايش القسم اللي انت من الديبت نمبر، كلهم من جدول مين؟ الموظفين. انتر. طيب لو لاحظنا ان الموظف سميث في الإدارة اشتغل في إدارة رقم 20، الموظف جونز في الإدارة رقم 20 كمان اشتغل، والموظف كمان هنا سكوت يشتغل في الإدارة رقم 20، والموظف فورد. إذا هذا الموظفين الذين يشتغلون في الإدارة رقم 20، وفي معنا الموظف آلين والموظف فورد ومارتن في الإدارة رقم كم؟ 30. أوكي، هنا السؤال إن أنا أشتري الآن أعلى راتب لموظف ما في كل قسم، يعني ما هو أعلى راتب في القسم رقم 20؟ أعلى راتب في القسم رقم 20، إذا في معنى هنا قناة سميث في القسم رقم 20 راتبه كم؟ 800، وآلين في القسم رقم، عفوا، وفي معنى هنا جونز في القسم رقم 20 راتبه 2975. طيب بعده كمان هنا سكوت راتبه 3000 في القسم رقم 20، وفي معانا كمان هنا آدمز في القسم رقم 20 راتبه كم؟ 1100. وهنا في معانا فورد أعلى حق راتب كم؟ 3000. إذا شكون هنا معي أعلى راتب في القسم رقم 20 وهو عبارة عن كم؟ عن 3000. طيب كيف أستخدمها؟ إذا قلت هنا select، طبيعي قلت هنا select، ثم قلت استعلم لي عن أعلى راتب في القسم، في كل قسم، أعلى راتب للموظف في كل قسم، فش أقول select استعلم لي، ثم أقول ديبت رقم القسم ديبت نمبر، ثم أقول ماكس سالاري فروم امبلوي. طيب إيش بتكون هنا النتيجة؟ النتيجة غلط، النتيجة إن النوت A single group function ما فيش معانا الدالة اللي هي group by. طيب group by ايش بيستخدم ايش؟ فهنا لابد ان احنا الان ان احنا لابد نستخدم الجروب by، بمعنى كان احنا من قبل نستخدم الدوال الماكس والمين والكاونت والافرش بدون ما نستخدم اعمدة اخرى، اعمدة لا تستخدم من، لا تستخدم الدوال التجميعية، فهذا العمود لا يستخدم ما فيه مش دالة، لا أفرش ولا ماكس ولا مين ولا كاونت، بينما هذا العمود في معايا مين؟ ماكس، استخدمته ماكس للسلري. فيقول لي إذن هذا الديب نمبر يا إما أن تشيله تحذفه يكون بهذا الشكل، هنا ركزوا على هذا الموضوع، بهذه الحالة بهذه الطريقة صحيح، لأنه في بعية ما فيش معي أعمدة أخرى، ما فيش معي أعمدة أخرى، وإذا استخدمت أعمدة أخرى لابد أن تكون في هذه الأعمدة الأخرى دوال، يا إما أعمدة استخدم ماكس بالدوال الأخرى أو مين أو أكاونت أو هكذا. لكن إذا استخدمت بهذه الطريقة وقلت مثلا نفترض اي نيم، يكون في مشكلة. ايش المشكلة هذه؟ يقول لي لابد ان تستخدم الجروب باي. كيف استخدم الجروب باي؟ اقول كده، ركزوا،
إذن هنا يقول from amp ثم group by group by ثم هنا اسم العمود اللي أنا ما سويتلوش أي دالة من الدوال التجميعية من الدوال، فأقول group by date number اسم العمود. إذا استعلم لي عن رقم القسم وعن أعلى راتب في هذا القسم من جدول الموظفين group by الترتيب تقسيمه، قسم له إلى شكل مجموعات، يعني كل قسم اعطي حقه من هنا. هذا المعنى، هذا المعنى ان كل قسم كذا، كل هذا مش هذا قسم ديب نمبر رقم القسم، كل قسم يعطي حقه من اعلى راتب، استنتج حقه اعلى راتب. تمام، ايش اعطاني؟ قال القسم رقم 30 اعلى راتب له عبارة عن 2850، القسم رقم 20 أعلى راتب عبارة عن كم؟ 3000، والقسم 10 أعلى راتب عبارة عن كم؟ عن 5000. إذن قسم لي الجدول بشكل مجموعات بواسطة إيش؟ قسم لي الجدول بشكل مجموعات باستخدام الدالة group by العمود deep number. هنا لو تلاحظوا كان القسم رقم 10، هذا القسم رقم 10 كان هذه رواتبه، فلما استخدم select deep number max salary اعلى راتب من جدول الموظفين group by قسم له باستخدام من رقم القسم او رقم القسم، فالقسم 10 10 10 هذه عبارة عن رواتبهم، أعلى راتب عبارة عن كم؟ شوف هنا اعمل لي هذه مجموعة، قسم الجدول بشكل مجموعة، هذه المجموعة الأولى حسب القسم هنا، كيف قسمهم؟ بهذا، لما قال جروب بايد بنمبر، فأول حاجة فرز ليهم 10 10 القسم رقم 10، في القسم رقم 10 كان في معي موظف ما راتبه 2450، في القسم رقم 10 نفس الشيء في معي موظف راتبه 5000، في القسم رقم 10 في معي موظف كم؟ راتبه 1300، وهكذا في القسم رقم 20 أعطي رتبهم، والقسم رقم 30 وهكذا. بعدين قال إيش؟ شفنا ماكس سالري في المجموعة اللي هي القسم رقم 10 أختار الماكس حقه اللي هو كم؟ 5000. بعدين في المجموعة القسم رقم 20 أختار الماكس عبارة عن 3000، والمجموعة القسم رقم 30 اختار اعلى راتبه عبارة عن 2850، فكانت النتيجة عبارة عن ايش؟ رقم القسم والماكس للسالري اعلى راتب، رقم القسم 10 5000، 20 3000، و 30 2850. اذا هنا متى نستخدم الجروب باي؟ تستخدم جروب باي عندما هنا اقوم بعملية استعلام عن بيانات، وكان هنا لابد اننا اذا انا اشتي اقسم حق الجدول باستخدام عمود ما، لابد اننا اذكره هنا، لابد اننا اذكره هنا. فهنا اذا قلت select e name بدل الديب نمبر، select e name اللي هو اسم الموظف والماكس سالري من جدول الموظفين، لابد اننا هنا ايش اقول؟ اذا group by e name اسم العمود اللي ذكرته في جملة select لابد ان يكون موجود من بعد الجروب باي. لكن هنا في الجروب باي ما استخدمش ماكس سالري هنا، لا طلع لي اخطاء. اي اسماء حقول ذكرت في جملة سيليكت لا تستخدم الدوالة التجميعية، لا يجب ان يتم ذكرها بعد الجروب باي